فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم خروج المؤذن من المسجد بدون عذر بشكل يومي ولا يأتي إلا عند الإقامة ويكون معتادا على هذا الأمر؟ حرم نفسه من الأجر وانتظار الصلاة، حرم نفسه من الأجر وانتظار الصلاة وذكر الله عز وجل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.